رغم آلة الحرب التي لا ترحم، رغم الدمار والمعاناة والفقر والتشرد، هناك نساء وأطفال ورجال يملأهم الإصرار في رسم البسمة على جبين الحياة دون أن يقف أي عائق في وجه أحلامهم. في ظل حرب اشتد أثرها السلبي لينال من الكبير والصغير من قلب الواقع، يخرج من تحت الركام أشخاص لا تعرف لليأس مكاناً أو للفشل مكان. مئات الآلاف من النساء تشردوا ودخلوا في مجال عمل لا يناسب أعمارهم الصغيرة في ظل حرب سلبت حقهم في الحياة من تعليم واهتمام ورعاية، حولتهم إلى عجوز في سن صغيرة. امرأة من السودان ذبح أخيها أمام عينيها وتعرضت لعذابات مختلفة في الحرب، فقد تم ممارسة كل أنواع العنف عليها. في لحظة رأت الموت والدماء والخراب، فقدت الأمل تجاه الحياة، فهي عاشت معاناة ضد الإنسانية، لا مفر لها سوى الخلاء هرباً من الخراب والدفاع عن حياتها. أنا اسمي عزيزة ضحية بكر مهدي، من بنات جنوب واو. أنا من جنوبية، أنا في الجنوب، عشت في الجنوب، بلدي في الجنوب، من قمت صغير عايشين في الجنوب. لما طلعت من الجنوب، طلعني من الجنوب حرب، طلعني من الجنوب. أنا ما عشت الطفولة بتاعتي كتير، ما عرفت الطفولة بيقول إنه زول بعيش طفولة بتاعته كيف، ما عشت طفولة، عشنا الحرب، عشنا الجري، عشنا النومنا تحت السرير في الجيش، معاناة كتير في البلد. أنا ما شفت معيشة طفولة بتاعتي، أنا لما قمت من صغير لحد الآن أنا ما شفت أي حاجة كويس. اتربيتي في وسط كام أخ وأخت؟ كان العلاقة ما بين باباكي وما بين مامتك وما بينك؟ حياتي الأسرية في محبة وفي كل حاجة في البيت كويس. أنا أبويا متجوز أم واحد بس، خلفنا إحنا سبعة، والسبعة دول ساعد ما وجع الحرب أربع ميتين. ومشاعر بتاعتي كل مع أمي في البيت ولأبوي، كلنا عايشين، أمي في جهة أبوي في جهة يرينا، أنا ما عارف أي حاجة. مشاعري كل بس أنا، إحنا كلنا طول عمرنا ما عندنا مشاعر جميلة، يعني أنا جارية بالفوق مش عارف. بابا في جهة وماما في جهة؟ بابا في جهة وماما في جهة. تفتكري إيه شكل كان المدينة اللي أنت كنت قاعدة فيها؟ شكل المدينة اللي بيقولوا شكل المدينة كله نار، والله انت ازاي تعرف المدينة ده كيف وانت بتجري حافياً بتخلي كل شيء ولا اي حاجة؟ تعرف شكل المدينة ازاي؟ ما بتعرف مدينة، والزمن ده بيكون في بالك ذاته ما في اي حاجة، انت ذاته ما عارف انت جاري كيف، ما بتعرف نفسك انت جاري ازاي. كنت بتلعبي او بتعرفي تلعبي؟ ما في لعب، لان الحول جاي واجه والضرب بيضرب الناس قدامك، انت بتلعب ازاي؟ بتلعب ازاي؟ تعرف تلعب ازاي؟ انت الطفل الصغير حتى بيردع رضيع عشان ما هو يسمع ذاته الضرب بتاع الحاون ده يقع زي ده، ما بيقدر يتحرك. ده زي ده انت كجنة اللي انت بتمشي تقدر تعرف كلام الصح والغلط، ده انت بتلعب ازاي؟ تقدر تلعب ازاي؟ يعني في الوضع اللي انت فيه زي ده، زي زول وقع في حاجة غويت، تعرف تلعب كيف؟ ما تعرف تلعب. دخلت المدرسة، كانت حياتك ازاي؟ ما قدرت انا اقرا مدرسة. انا قدامكم انا امي، عشان شيطان ما حرب كتير من جوايا، من بعد الحرب اللي بيحصل كله في البلد وخلى كل الظلم تحت الناس كله المساكين والغلبة، ما قدرت أن أقرأ مدرسة، ما قدرت أكتب اسمي، ما عارف أعمل أي حاجة.
كانت ايه الاجواء؟ كانت مشاعرك عامله ازاي؟ انا زعلان من جوايا، زعلان كتير، عشان ان احنا انا بشوف الموت اللي بموت قدامي في البلد. مره كبير حامل بطلع منه جنا بيبي صغير بطلعه من بطنه، زمنه لسه بموت مع امه كده، يكبلوه جاز في البنزينة يحرقوه. انا شفت حاجات كثيره بعيني، فانا ما اقدر اعبر الحاجات دي. انا لما بذكر كل الحاجات دي قدام انا ما بكون، بيكون زي ما داري اكون مجنون. كان عندك تفتكر الحاجات دي كان عندك كم سنه؟ 12 سنه، وجاي خلاص لما عيني فتح عرفت كل حاجه. لحد 13 سنه ما اتجوزت، جوزت كله في المشاكل في الحرب. تعرفتي على جوزك ازاي؟ انت اتجوزتي وانت 13 سنه؟ هو انسان كويس وطيب جدا، وبشكر ربنا جوزته، والحمد لله عايشين شويه كده. عيت معاه، جيت حملت الولد، هو مات نجار. بعد جوازكم بقد ايه؟ بعد جوازنا بعد 40 يوم بتاعته مات. مش حقيقي. كان ايه اللي بيحصل؟ انت بتقعد في البيت بتلاقي الناس يهجموك، يربطوك، يموتوكم، ويعذبوكم. ده اللي انا شفته. وطول النهار ما بتقعد في البيت، بتقعدوا في خلا، بس دز نفسكم عشان واحد ما ولا تلقى مويه ولا تلقى اكل ولا تلقى شرب. عايشين في الخلا. ده المعيشه اللي انا عشتها بتاعت طفوله اللي انا بقول لكم. انا ما شفت حاجه. اكتر موقف صعب بالنسبه لك شفتيه مش قادره تنسيه؟ اكتر موقف صعب اخويا ذبحوه قدامي، اخويا الورايا ذبحوه قدامي الصغير اسمه موسى، ذبحوه قدامي. انا دقوني بدحر السلاح، خمرت ما عرفت نفسي. ما قمت بالليل لقيت الناس كله ميتين، لقيت احبه اسحب لحد الان. دلوقتي الان لسه عبره في جسمي، كسر عبره في جسمي، شكل انا قاعد بطرس كده. ولقيت ناس جايين داخلين من جاي هوضوا، عايز اجري ما فيش طريقه. مش قادره تنسي كل حاجه وطبعا فاكره اللي قتل اخوك. مشاعرك دلوقتي، انت عندك قدره ان انت تغفري لهم وتسامحيهم؟ لا ما بسامح، احنا مسيحيين وكل حاجة، ما بسامح. وقت صعب أوي اللي عدى عليك؟ لا، ده خلاني ما ده رمى عليا ظالم على ايدي، رمى عليا ظالم على وشي. لو واحد عايش في الدنيا ما عندوش اخو ولا ما عندوش حد، هتعيش ازاي؟ ولا اخت، هتعيش ازاي؟ تطلبي من ربنا ايه في الوقت ده يعني؟ ربنا يغفر لهم. طلبت رب من ربنا ان هو ينسيكي وان انت يديكي قدره ان انت تغفري وتسامحي؟ يا ريت يا رب، يا رب، يا رب. بتكلمي ربنا؟ بكلم ربنا. ما فيش انسان بينسى ربنا في الدنيا. بكلم ربنا وانا مؤمن بربنا. بكلم ربنا، انا بقول يا رب اللي انا دخلت فيه وكل الناس دخلوا فيه يا رب
يعني ربنا لو انت طلعت من المكان ده تشكر ربنا. انت لو طلعت من مهزله لو انت دخلت فيه ولا طلعت من موت اللي انت دخلت فيه تشكر ربنا. طلعت من ضرب تشكر ربنا. طلعت من اهانه تشكر ربنا. يعني انت كنت بتشكريه طول الوقت؟ انا كل مره بشكر ربنا، انا كل مره بشكر ربنا. كان عندك تساؤل معين عايزه تقوليه له وتساليه؟ انا كان نفسي عايزه اسال ربنا، انا نفسي عايزه اسال ربنا يا رب ليه احنا نعيشه، انا بذات نفسي عزيزه ليه بعيش معانا، لا بيعيش مع زلمة من صغير ما شفتها طفولتي ولا قريت مدرسة زي ناس ولا قادر أمشي زي ناس يتعلم عشان فكرة كويس يكون في دماغه. أنا عشت كل اللي بس هو كده عذاب في جري أخد 200 يا رب. أنا نفسي أعيش معيشة ناس يعيشينه حلو عشان المستقبل ممكن نجيب عيالي بكرة وبعد بكرة زي ده نعلمهم نساعدهم زي كل الستات المتعلمين بيساعد عيالهم. أنا هسه ما قادرة أساعد عيالي، ما قادرة أعمل أي حاجة سمح عشان أنا زول أمي. ازاي هربتي للكنيسه وايه اللي حصل معاكي؟ ساعه ما هاجمونا ما في طريقه نجري، جرينا الكنيسه، مشينا الكنيسه. كنت انتي ومين؟ انا لوحدي، جريت انا لوحدي وابويا جرى لوحده، امه جرى وامي جرى لوحده. بعد ما حصل المشكله اخويا انا الاخر، طبعا انا جريت انا الاخر. بعد ما حادثه حصل نفسه انا الاخر، أمي جرى ما أعرف أمي جرى إزاي، أبويا جرى أنا مش عارف أبويا جرى إزاي. بعد ما ضربوني بالدبشك بدحر السلاح وأنا وقعت تيت أخويا ساعد ما دبوها، ده كله هو ده ربط ده. فأنا ساعد مسيحيت لقيت نفسي إيه مربوطة، ربطونا كده وأنا تحت وقعت كده حسيت نفسي. واخويا لقيت اخويا مطبوح، زحفت انا تعبان، زحفت زحفت زحفت، مشيت اخدي كده وتلحت مشيت ايه لقيت الناس ماشيين، الناس خلاص جريين ماشيين. زحفت مشيت لقيت الناس اللي ماشيين مشيت وراهم، ماشي وراهم انا مش عارف ماشي وين. فانا لقيت نفسي جنب الكنيسه ودخلت. أبونات اللي بيعوف بيدخلوا الناس، انت جاي داري على الكنيسة بدخلوك، يعني صعب عشان تدخل الكنيسة صعب جدا في المكان ده. ممكن انت لو وصلت او توصل حي او توصل ميت. انا استلمت استوجبت نفسي لربي خلاص اللي انا شفته، بقيت مش بخاف ودخلت الكنيسة وانا بشكر ربنا. في حتة دي لقيت بقى الناس بيقولوا في الطياره جايه على خرطوم، رحله بتاع الصليب الاحمر بتاع تبع النساء. ابونا مشيت بلغت لابونا قلت له انا دلوقتي امي ما بعرف مكانه وهي ما بعرف مكانه. فقال اداني زمان يلا خلاص انت خليك يوم النهارده احنا هنعمل رحله ده، هنجمع ناس اللي دايرين يسافروا بيسافروا من كلهم على الخرطوم. فجاه لقيت امي، أنا لقيت أمي هناك ما قادرة أشيله عشان أمي في محل تاني بسمع أمي فيه موجود لكن هي في محل تاني، يعني هو جاري كل حد في محل في محل ما قادرة ألاقي أمي. رجعت لأبونا، أبونا عمل لي عكرات كان قال له خلاص. أنا قلت له عايزة أجي مصر، أنا بسمع ناس بيقولوا بيجوا في مصر، مصر في محل اسمه مصر، أنا بدي أجي مصر. قمت جيت عمل لي لوحدك أنت وابنك؟ أنا وابني بس وحدي. وكنت جيت لمصر ويوم 17/7 جيت دخلت مصر 2003، دخلت مصر هنا الساعة 3 قعدت في مصر
لكن المعيشة في مصر هنا صعبة جدا. جيتي عملتي ايه اول حاجة؟ نزلت على كنيسة؟ انا لما جيت نزلت في الكنيسة بتاع السكاكيني سكا عباسية، قعدت في الكنيسة بتاعت عباسية اللي انا بواسط بتاع الكنيسة بتاعت عباسية. انا ما ساعة ما دخلت مصر هنا كان مهندس ما بعرف ناس. ففي البلد دي لما تطلع في معاناة كتير، انت ماشي في الشارع يشيلوا موية وسخة وسخة قبو في راسك، ده واحد. انت ست ينسكوك من خلفك، انا ده عملوا معي اول امبارح. انا جاي من نزلت تحت في الدكان، الراجل بالعربية عايز يخبطني بالعربية، صحيت كده مسكني من خلفي قدام الناس، انت ماشي يشدوك من شارك ضرب فيك. ده كل حاجات بيحصل، اطفال يطلع في الشارع يضربوهم، جايين من المدرسة يضربوهم. انا دلوقتي الولد بتاعت ده اتضرب في راسه، دلوقتي ياخد حاجة ينسى، جاي من المدرسة حاجة معلمة ضربوه، عايز علاج هجيبه من وين؟ بحاول امشي بشتغل، بيحبسوني من الساعة 8 لحد الساعة 12 بالنهار، ورفضوا يديني فلوسي. انا شردت من دور العاشر، شردت من تحت السلم حفيان يعني. اداني شغل كنيسة بتاعت الزمالك، انا بروح تبع كنيسة بتاعت الزمالك، لو سألت مريم ده هيقول لك. ده ست محبساني ابي يديني فلوسي. مشيت اشتغلت مع ست تاني، الست ده قال لولده، قال له بعينه، قال يا اخي انت الست الجاي اشتغل ده انت ما بتعرفه، امشي طلع مسدس بتاع ابوك تعال اضربه. ده من اسبوع المدى تعال اضربه. انا في المطبخ، وقفت في المطبخ خدت ايدي كده قلت له يا رب يسوع، قلت له انا النهارده لو جاي على ليله نهاردة عشان نيجي نستوجب روحي عليك يا رب أنا مقبول. الواد خد مسدس عشان صغير، خدت ايده، مش خدت ايده في صوت العمل، بمد المسدس عشان يضرب. أمه بيقول اضربه اضربه، وأنا واقف اضربه. أنا بقول يا رب أنا عندي ايه؟ أنا جاي داخل البيت ده أنا مش مجرم، أنا ولا عندي حاجة وحش في قلبي مع الست ده، عياله في البيت كله عيالي، انا بحبهم، بس انما طلب فيها مسدس يا رب انا بستجيبه النهارده، اللي انت عايز تجيبه علي انا مستجيب. انا قبلنا طلع قال له لا انت لسه مش ضربته، راح خدت مسدس من ايده اتكزنا وياه، لقيت فيها تلقى، وانا كان قايله ده حاجه لعبه، لقيت ان هو حاجه صح شكله فضي طلع، قال له ليا تعالى امشي خد اللعبه بتاع الطفل بحنيك عشان تلمه في الشوال. رحت عشان الم في الشوال اللي في الكرتون، ابنه التاني الكبير قد ابني ده وداني في الناحيه، خدت عليا سمكه هنا، قال له لو انت تفتح بوقك هديك هنا، ولسه بزق اختي الصغيره قال له لا لا، هما الثلاثه في البيت قال له لا لا مش تعمل كده مش تعمل كده عيب مش تعمل كده، قال له اسكتي هو جاي من فين اسكتي، يعني ده تحديد في التحديد. خلصت عشان انا خايفه من روحي، خلصت شغلي طلع انا ماشي، اخد النهارده ما اخدتش فلوسي، انا خايفه ارجع.
بتطلبي من ربنا ايه الوقت اللي جاي؟ بيطلب لربنا، بيقول له ربنا يفتح كل طريق عليا، وبيطلب على كل طريق بتاعتي يبقى كل سليمة، وانا بيطلب من ربنا ينسيني كل اللي انا شفتها، وانا بيقول لي ربي ربي ما يشوفش، ما يخلي حد تاني يشوف اللي انا شفتها. احكي لي كده عن حياتك مع ربنا، شكلها ازاي؟ انا حياتي مع ربنا كويس، يعني بيصلي كل مره، وبيكون مع ربنا كل مره، حتى لو في الشارع، حتى لو في النوم، حتى لو في البيت، حتى لو في مكان، حياتي مع ربنا مش بينساه. شايفه ان ربنا بيستجيب لك، ان هو يعني دلوقتي يعني وقت الحرب انت خلاص بعدتي عنه، وان حصل ان انت ابتديتي حياه جديده وبعدتي عن المشاكل والحروب والمنازعات، بس في حاجه انت بتقولي يعني شايفه ان ربنا عملها معاكي معجزه، شايفه ان هو غير حياتك. بشكر ربنا، ربنا عمل معايا معجزه عشان ما طلعني من كل الحرب دي، من كل الجري دي. انا جيت وبشكره، وبعمل معايا معجزه بتاعتي، عيال اداني عيالي، وعايش مع اخواتي واحبابي. انت كنت عايزه تصلي في الاول؟ كنت عايزه تصلي ليه؟ عايزه تقول لربنا ايه؟ انا كنت عايزه اصلي على خاطر اللي انا طلعت منه، طلعني من هناك وجابني. طب ممكن نصلي؟ نصلي. تفضل. يا ربي انا بشكرك في يوم بتاع الليله ده، يا رب رب الموهبه، احنا اولادك، كل اللي بيحصل، كل الحاجات اللي احنا بنشوفها يا رب يكون كله في ايدينك يا رب. يا رب احنا ناس ضعفاء يا رب، اللي بيحصل علينا احنا مش عارفين، بلد مش بلدنا، احنا عايشين بخطواتك يا الله. بابا الموهبة، في كل خطوة بتاعتك احنا نكون كل ايماننا في ايديك يا رب، باسمك رب يسوع المسيح. تحبي توجهي، يعني عايزينك توجهي رسالة لكل النساء، تقولي لهم فيها خبرتك من برنامج نساء وحروب، قولي لهم رسالة كده تحسيهم وتشجعيهم. احنا ستات لازم نبقى قويين، لو بكعب كويس لازم نبقى قويين، ما نضعف خالص، ما نكون ضعيفين. لازم انت تملا كل مركزك، انت لو ست تملا مركزك، ونكون كله في قدام بتاع الله، نبقى امام بتاع ربنا، ما ننسى الله في كل وقت، ما ننسى ربنا، نلم عيالنا، نصلي معهم عشان خاطر ربنا يساعدنا في خطوه بتاعت الحروب اللي احنا فوقه، بلدنا منتهي، احنا تعبانين، ما عارفين نقعدوا، ما عارفين نمشي، لكن كل ده نخطه في ايدين ربنا يسوع المسيح. عندما يعيش الانسان ماساه تفوق قوته وطاقته، لا يكون مجال له سوى عظمه الله وقوته التي يلتمس منها ان تغمره حتى يتأقلم وينال النسيان والسلام. لتبقى الحياة مستمرة في ظل وضع لا يملك فيه البعض سوى الدعاء والصبر والتماسك والإصرار في انتظار أن يجدوا طوق النجاة، يطلبون من الله أن يسمع ويغفر لمن وجعوهم وحرموهم من حياتهم ووطنهم وأهلهم، ينتظرون مستقبلاً مختلفاً أكثر إشراقاً وبريقاً لهم، لعلهم يستطيعون نسيان مرارة الماضي ويبدأون من جديد. الله لا يبطئ، فهو يسرع إلى من طلبه، وتكون الرحمة والسلام والقوة والإيمان بديلاً لمشاعر الوجع والرهبة وعدم الأمان. دروس في الإنسانية نعيشها مع كل قصة معاناة تحكي تاريخاً من الأوجاع والمثابرة والقوة والتحمل والإيمان. إلى حلقة جديدة من معاناة جديدة في أمل جديد.